مزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية. مرحبا بك دكتور، ما هو تفسيرك للإقبال الكبير في مصر مؤخرا على تلقي تطعيم كورونا؟ والله يا مصر من أوائل الدول التي سعت لتوطين صناعة اللقاحات من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني الحملة الإعلامية المكثفة ورعاية السيد رئيس الجمهورية والدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كان من أهدافها تطعيم أكبر قدر ممكن من الشعب المصري بالطعوم اللازمة للحماية أو للوقاية أو للحد من انتشار المرض. في المراحل الأولى كان في نوع من القلق العالمي على اللقاحات نتيجة لما ذكر من هذه اللقاحات سجلت بطريقة طوارئ وليست بطريقة سريعة، وبدأ يتكلموا في بعض البلاد عن أن في بعض الأثار الجانبية لهذه الطعوم، لكن عندما توفرت اللقاحات وتم الاطمئنان عالميا ومحليا على قدرة اللقاحات بالدخية وعلى أمنها وقلة الأثار الجانبية، وبدأ الإقبال الشديد جدا على التطعيم، علاوة على كما ذكر في التقرير أن الدولة حددت فئات معينة للتطعيم العاجل وفئات أخرى لابد من تطعيمها حماية للبلد والمجتمع، زي العاملين في السياحة وزي العاملين في القطاع الطبي وزي أيضا مؤسسات التعليم قبل الجامعي والجامعي. طيب، ما هو توقعك لأعداد من سيتلقون التطعيم بحلول نهاية العام الجاري دكتور؟ شوف حضرتك، لحد الآن عالميا التطعيم في طبعا بعض البلاد بدأت تطعم من 12 ل 18 سنة، لكن عالميا التطعيم بيتاخد لمن هم أكثر من 18 سنة، والفئات الأخرى العمرية زائد الأولويات زي ما ذكرنا في الحديث. فإحنا عندنا فئة عمرية أقل من 18 سنة عدة ملايين، فإحنا متوقعين أن تقريبا أكبر قدر ممكن لا يخل عن 40 مليون مصري إلى 60 مليون يتم تطعيمهم بنهاية هذا العام. طيب، ما هي نصيحتك دكتور لمن ما زال مترددا في أخذ اللقاح وهناك ينتابه خوف بسبب ربما التداعيات أو الأعراض التي يمكن أن تصاحبه بعد أخذ هذا اللقاح؟ طبعا هذه ظاهرة طبيعية جدا، في ناس بتبقى قلقانة، ناس متخوفة، ناس بتسمع تقارير طبية سواء نشرت في وسائل الإعلام المحلية أو العالمية أو وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث بعض المضاعفات من بعض أنواع التطعيمات، وده واضح جدا من الأسئلة المتكررة للسادة اللي بتلقوا اللقاح من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما توفرت أنواع كثيرة أو متعددة من اللقاحات سواء الصيني أو الروسي أو الإنجليزي أو يعني أنواع مختلفة زي ما حضرتك ذكرتهم، فكل واحد بيسأل أنا أخذ أي نوع من اللقاح وهو أكثر أمانة ليا وأنا ممكن يجي لي آثار جانبية ولا لا. فطبعا لما بيكثر عدد اللي تم تطعيمهم والناس تعرف ان الاثار الجانبيه ضعيفه جدا او بسيطه جدا وان ما حدش جاله اثار جانبيه شديده او يتم التخوف منها، ملاحظ جدا الفتره اللي احنا فيها دي هناك اقبال شديد من التلقيح، وبنشرح للناس ونفهمهم اعلاميا ان اللقاحات امنه وأن اللقاحات جزء من الوقاية، وأن يمكن أكبر فايدة حقيقية للقاحات أنها بتقلل الإصابة بالحالات الشديدة أو المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. طيب دكتور، بعد هذا الإقبال على التطعيم كيف تتوقع الصورة الوبائية لفيروس كورونا في مصر؟ سيادتك، الصورة الوبائية لفيروس كورونا عالميا ما زال منتشر، بتحصل موجات متكررة في العالم، كلنا طبعا شايفين ان الاعداد بتزداد في دول كثيره بما فيها الدول اللي تم التطعيم في مراحل مبكره. بنلاحظ ايضا ان في ظهور متحولات جديده
وكثيرة من هذا الفيروس. وعلى فكرة هذه المتحورات أو الطائرات معروفة ومدروسة ومعروفة عن الفيروسات إنها بيحصل فيها تحور. فإحنا ما زلنا على الأقل في عام 2021 وأوائل 2022 ما زال العالم سوف يتعامل مع هذا الفيروس. قد يكون هناك احتمال غير مؤكد في منتصف عام 22 تبدأ تحد الموجات الخاصة بهذا الفيروس وتقل الإصابات إن شاء الله. طيب دكتور محمد، هناك من يقول بأن هناك جرعة تنشيطية وهي جرعة ثالثة لأي لقاحات تم أخذها، ما حقيقة هذا الأمر؟ هي حقيقة مؤكدة، أنا قلتها من زمان قوي لما بدأت تظهر اللقاحات، وانت مشانك تقدر تعرف لما تعرف ان تطعيم الانفلونزا الموسمي ما ملوش علاقه بكورونا، لكن كل سنه بيتغير. فيروس الانفلونزا زي فيروس الكورونا من ضمن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي. ففيروس الانفلونزا كل سنه بيتغير، وكل سنه بيتكتب على العلب بتاعه الطعم او اللقاح. مثلا السنه اللي فاتت كان مكتوب 2021، بدأ ينزل التطعيم بتاع 21-22، وكل سنة بيتغير نتيجة التحورات المعهودة في هذه الفيروسات. طيب. هذا توقع موجود والتغير موجود، وكل سنة بعد زي ما قلت كده بعد 6 شهور إلى 9 شهور التطعيم خلاص بيحتاج إنك إما تدي تطعيم جديد أو تدي جرعات أخرى منشطة. لكن في الواقع هي دي تطعيم جديد، لأن التأثير بتاع الطعم اللي خده الواحد من 6 إلى 8 شهور انتهى وما بقاش فيه أجسام مناعية، فأنت بتديه تطعيم جديد عشان تحفز الجهاز المناعي للجسم يكون أجسام مضادة ضد هذا الفيروس. طيب دكتور، بالنسبة لفاعلية هذا اللقاح، هل الجرعتين كافيتين تماما لتقليل الأعراض في حال أصيب الشخص بكورونا؟ أم أننا بحاجة إلى جرعة تنشيطية؟ وإذا كنا بحاجة إلى جرعة تنشيطية في مصر تحديدا، متى يمكن أخذها؟ دي بتدرس على المستوى المحلي مع الوضع الوبائي، مع إتاحة الطعوم لأكبر عدد ممكن كمرحلة أولى، وبندرس بالأبحاث العلمية وبالدراسات الإكلينيكية السريرية وأيضا بالدراسات المعملية مدى الحاجة لإعطاء جرعة ثالثة أو جرعة جديدة أو طعم جديد للسادة اللي تم تطعيمهم قبل كده. فدي بتدرس جيدا يوم بيوم في مصر عشان يبقى فيه استراتيجية للتعامل مع هذه الطعوم. طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، كنت معنا على هذه الإفادة.